واحنا بنستقبل النهارده كلنا وقفه عرفات وعيد الاضحى المبارك. خليني اقول لحضراتكم انه تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من البرقيات والمكالمات الهاتفيه من زعماء وملوك ورؤساء العديد من الدول، اخرها اتصال تلقاه السيد الرئيس مساء امس من الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحه بدوله الامارات العربيه المتحده للتهنئه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن خالص التمنيات بالسلام والازدهار لمصر وشعبها. وبادل الرئيس الشيخ محمد بن زايد التهنئة بهذه المناسبة المباركة متمنيا أن يعيدها الله عز وجل على دولة الإمارات وشعبها الشقيق بالخير واليمن والبركات. والرئيس كمان تلقى من سلطان عمان بالأمس اتصال تهنئة برضو بالعيد. لكن عايزة أقف عند مصر والإمارات. مصر والإمارات خلينا نقول أستاذ محمود إنها نموذج مفروض أنه يتم النظر إليه من خلال العلاقات العربية المشتركة في كل النواحي. يعني عايزة أتكلم على هذه العلاقة. الحقيقة الحديث عن هذه العلاقة أولا يعني أتوجه بالتهنئة لكل السادة المشاهدين وفي المقدمة طبعا قائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل قادة الجيش المصري والشرطة المصرية. عيد سعيد إن شاء الله ويمر بخير وسلام وأمان على مصر والمسلمين. ثانيا الحديث عن العلاقة الحقيقة بين مصر والإمارات يطول جدا، وهذا النموذج من العلاقة نموذج يحتذى. ودعيني يعني خليني بقى أتكلم إيه بالأرقام، يعني لو اتكلمنا مش عايزين حلقات، خلينا نتكلم بالأرقام. من أيام الشيخ زايد الله يرحمه. يعني كل الناس تعلم وضعية مصر بالنسبة للشيخ زايد، وأنا شهدت هذا الحب بنفسي في يعني مناسبات عديدة جدا سواء في مصر أو في الإمارات. دعينا نتكلم أرقام كده، الأرقام دايما هي بتطرق على الباب عنوان زي ما بيقولوا الأمريكان. يعني في خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي التقى مع نجل الشيخ زايد، انا دايما بقول ابن الشيخ زايد، ما بحددش ابناء زايد، دايما يقولوا ابناء زايد. التقى مع ابن الشيخ زايد 26 مره في 7 سنين، دي طبعا رقم مهول جدا في العلاقات بين الدول. مصر هي الشريك الثاني عربيا للامارات والشريك التاسع عالميا، الامارات بالنسبه لمصر تجاريا. حجم استثمارات يفوق ال 15 مليار دولار، حجم تبادل تجاري غير بترولي وغير نفطي يفوق ال 6 مليار دولار. كميه الزيارات التي تاتي من مصر للامارات ومن الامارات لمصر، يعني الرقم الحقيقه مش متاح ليا ولكن كميه. فاحنا اذا تحدثنا حتى بالارقام بعيدا عن المشاعر وبعيدا عن الحب المتبادل، يعني احنا اي مصري بيقابل اماراتي ولا اي اماراتي بيقابل مصري تحس ان هم اتنين اخوات. فخلينا احنا بنتكلم بالارقام، الارقام بتدي مؤشرات عاليه جدا على نمط من العلاقه فريد من نوعه حتى بين مصر والدول العربيه كلها. العلاقه بين الرئيس السيسي و الشيخ محمد بن زايد او ابن الشيخ زايد الحقيقه نمط رائع جدا من العلاقات. الرجل هو القائد العربي الوحيد الذي يحضر كل افتتاحات القواعد العسكريه المصريه من برنيس لمحمد نجيب ل 3 يوليو. والرجل يعني عندما ياتي الى مصر لا اتصور ابدا انه ضيفه، انما هو يعني اخ جاء ليزور اخوته. نمط من العلاقات على صعيد سلة العلاقات العربية وسلة العلاقات الخارجية الأجنبية كل التنسيق في المواقف، الدولتان لا يوجد بينهما أي يعني عائق في تنسيق العلاقة خاصة في القضايا الإقليمية أو القضايا الدولية. الدولتان تعتمدان مبدأ الاستثمار في الاستقرار والسلام، الدولتان تعتمدان مبدأ محاربة الإرهاب ومنع التطرف وبذل كافة الجهود حتى لا تصل الأمور إلى ما يحمد عقباه إذا ما ساد هذا التطرف في صعيد العلاقات. فإحنا يعني بحار واسعة جدا من العلاقات على كافة الصعد، من السياسي للأمن للاقتصادي، من ناهيك عن الشعبي وناهيك عن الحب الأصيل لإمارات الشيخ زايد وأبنائه ولمصر
السيسي وما قبل السيسي. هنتقل للقاء آخر.